لما الذره قولوا والله انا دعوه الشباب ديل ما عندي بها مشكله، لكن الاسلوب ما له اسلوبهم، اسلوبهم كعب. طيب احنا قلنا البرعي كعب، نفس الكلمه دي انت قلتها فينا، احنا قلناها في البرعي، انت قلت اسلوبنا كعب، وانت قلتها في دعاة التوحيد اسلوبك سمح، ونحن نفس الكلمه شلناها من بوزك فكيناها في البرعي اسلوبنا كعب، وانت فكيت فينا اسلوبك سمح. يا مجرم، يا كذاب، يا محتال، يا ناس ما تتناقضوا. انا بتكلم على الحزبين، ما تتناقضوا، الدعوه دي واضحه واضحه، ما في رسول شاكلوكم او ازو او عذبوا او عذبوا المؤمنين المعاو الا لان الرسول دعا الى التوحيد ونهى عن الشرك بوضوح بوضوح. عشان كده شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب قال لما دعاهم رسول الله الى التوحيد كادوا ان يدخلوا في دينه، فلما صرح بعيب آلهتهم وسب آلهتهم بارزوه العداء. الموضوع كان هنا، الوضوح منهج الأنبياء، والوضوح هو اللي بيجيب المشاكل، لكن منهج الأنبياء نخليه ولا نبقى واضحين؟ واضحين. ده المنهج يا ناس، عشان ما نتكلم كثير. ده المنهج، ده المنهج. والصوفية ديل كلهم على ضلال، لأنه الأيامات دي ظهرت موجة جديدة عين أنصار السنة. يوم ما مشيت اشتري دواء بتاع حمى للولد الصغير هنا قريب، دخلت المركز الصحي او عياده، لقيت اثنين دقونهم طويله وبناطلينهم فوق، قلت ما شاء الله تبارك الله، كيف يا اخوان ان شاء الله طيبين؟ قال لي عندنا لك نصيحه، تفضل مرحبا. قال لي يا اخي الاسلوب، انا عرفت اي زول يقول لك الاسلوب ده بيكون وراه في شيء. قلت له كويس بنصلحه، في شنو؟ قال لي يا اخي شيوخ الجماعه. قلت له زي منو؟ قال لي اسمه العثمان. قلت له يا اخي ده بيمشي مع الصوفيه؟ قال لي الصوفيه ما كلهم كعبين. اوه ده الموضوع، ده الموضوع. انت جرب، جرب الكلام ده. اي زول يقول لك اسلوب ما اسلوب، خش معه جوا، خش معه جوا، وصل في الصوفيه نجح، امشي له سيد قطب وعبد الحي، بقع في واحد من المثلث ده، بقع الرب. الموضوع ما اسلوب يا ناس، ولا الصوفية اللي بيرفضوا دعوتنا ديل موضوع ما أسلوب يا ناس، موضوع ما التوحيد اللي أنت بتتكلم فيه والشرك اللي هم واقعين فيه اللي أنت بتنهى عنه، ده الموضوع. الموضوع ما الأسلوب، والله لو دارينا الأسلوب ما في أي مشكلة، نقول لك يا صوفي تعال هاك دي حلاوة كوجاك، حلاوة كوجاك تفضل. البرع ما الله ولا ينفع ولا يضر، ومنهج الشرك فضل تاني حلاوة كوجاك، بيقبل؟ ما بيقبل. الموضوع ما في الاسلوب، الموضوع في التوحيد والنهي عن الشرك. الناس اللي بيتدرعوا بالاسلوب ديل عندهم خلاف مع منهجك، افهم الكلام ده، والله عندهم خلاف مع منهجك، عندهم خلاف معه. داك بتاع جريده العناية كان بيكتب مع ناس الانتباه، هو بتاع جريده لكن كان بيكتب معهم، دكتور مين مع ناس الجمعيه، خلي ما ادري اي اسمه لانه ما يزن شيء. المهم داك في الجريدة أسلوب هؤلاء الشباب أسلوب سيء، أسلوب قذر، أسلوب سوء. طيب أسلوبك ده ما كعب؟ أسلوبك ده معانا ما كعب؟ يبقى الموضوع شنو يا جماعة؟ ما أسلوب. فتشنا عنه لقيناه السرورية فتح لها منظمة بالسجانة. ده الموضوع، ده الموضوع. فافهم، افهم. بيبدأ لك بالأسلوب، بيمرق لك بغادي في سيد قطب، يمرق لك في عبد الحي، يزكي لك فلان، يمرق لك بغادي. فكن على بينة من أمرك. والدعوة دي دعوة واضحة، الدين ده ما، الدين ده ما كثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر، وربنا هنا في الآية دي لخص لك الدين في اثنين، في كل أمة رسولا. يعني ما في رسول جاب غير الحاجتين دي، كلهم الرسل كت عليهم السلام. شنو الحاجتين؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الدين ده واضح ولا ما واضح؟ بسيط ولا ما بسيط؟ بسيط، لكن الناس بتلولو زي ده هسه، يقول لك وإن الفتوى ترتكز على ثلاثة. أنت لحد ما ترتكز معه على الثلاثة تكون وقعت تب، ما فهمت أي حاجة. ترتكز على ثلاثة، وإنه ينبغي يلف بيك ويدور لك. يا ناس الدين ده ما تعبد إلا الله، وما تعبد الجماعة دي الناس البرعي والكباشي. زمان كان بيقول لهم هبل واللات، الآن عندنا لات وهبل ثاني، وإن كان اللات ذاك صالح، عندنا ناس مجارمة وصاروا عند الناس آلهة، عرفته؟ فلا بد ديل ما تجي تشرح كتاب التوحيد تقول لهم اللات انهم كانوا يعبدون، يعبدون اللات وحقنا يعبدون البراي.
وده كانوا يعبدون هبل وحقنا يعبدون المكاشف، وده كانوا يعبدون العزة وحقنا نعبد الركين بتاع أبو آدم. ألقى الرسول جاء مربع ستة أبو آدم وأكل معي بالتيخة، تبا لك يا كذاب. في ناس بيعبدوا ده، في ناس بيعبدوا ذاك. أم يفتح بلاغ، الله يفتح راسك، أفتح بلاغ، الصوم من أخاف، لأنه ده الحق وده المنهج يا جماعة وده الدين.